اوه اوكي وين راحت؟ لا لازم نشرح شنو موجود هنا. لا ليش؟ شنو قل لي؟ اوه نيو ميسل. وش نقفل؟ دايم السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اهلا بكم قناة العاب كونفو شارية وراكي جيمر. اهلا بكم بالحلقة رقم 25 من اللعبة الاسطورة استرونير. ان شاء الله بحلقة اليوم، اوكي؟ ان شاء الله. طبعا بالحلقة السابقة مثل ما قلت لكم رحت افتريت دار مدار الكوكب، وافتريت وما لقيت الشيء اللي اريده، وهسه رجعت للبيت. طبعا وانا جاي افتر لقيت كم شغلة لا بأس بيها، يعني هاي الطوبة اللي هي ما من امها فايدة، هيك لقيتها مشموره بالقاع ولقيتها. هاي الطوبه تلقونها بكل مكان، فوق الجبال، باعماق الكوكب، او هيك يذابينها، اوكي؟ ما من ام بس عليها اف ما ادري شنو. اوه اوكي وين راحت؟ راحت قدام. ما من امها فايده هاي الطوبه، بس هيك يعني شلون ما من امها فايده؟ ما ادري الرفرنس الفرتشي اسمها LRD زيبرا. زيبرا اللي هو حمار الوحشي اللي هيك يصير مخطط. اكو انواع اثاري من هاي الطوبه، المهم ما من امها فايده. الشغله الثانيه هذني الكشافات او اللايتات اقدر اشيلهن وياي، اقدر اشغلهن بس يب ما اقدر اخذ اشيلهن وياي. والله يمكن اقدر اشيلهم اذا ذبيت. اوه يب شايل انا واحد وراي ظهري. المهم ضواهن قوي كلش. تعاي انتي اطفيهن واشغلهن. ما من امهم فايدة، واقدر اسوي لهن كرافت، بس هذا الشيء ما اقدر اسوي له كرافت. طبعا رحت وافتريت ولقيت 3000 شغلة حسن. بس قبل لا نشرح شنو موجود هنا لازم نشرح شنو موجود هنا. هسه تقولون حسن شنو هاي تحمست وزرعت هيك هواي؟ لا ما زرعت هواي، بس هو بسرعه ينمو وبسرعه يتكاثر هذا الشيء، يعني الى درجه. هسه خل اشيل هاي ونشوف ايش قد عندنا حجر. شوف ايش قد. وهذا اني اقدر ازرع كل وحده تنفجر تنطي 2 من هذا اني البذور كل بذره، اوكي؟ مو الا حتى لو ازرعهن وحده بصف الثانيه مو مشكله، بس اذا كلش قريبات احتمال هاي الطوبه اوكي اللي شكلها نفس العلج احتمال ما ترسبن. شيش شوف، يعني انا بعد ما مخلص من زراعتهم البقيه كبرا، اوكي؟ يعني بيهن مزرعه ان شاء الله منهم فايده، يعني هذني الطوبات ان شاء الله ينطن هواي نقاط. شيش بس اشيلهن. شوفون هاي الدائره اللي حدر هذا الشيء، اذا هديته راح يلزق بالقاع، اذا دس عليه اف راح ينزرع. المهم شوف الطن اوكي شوف ايش قد انطني. وش تعال تمنا ينطن هواي من هذا الني، هواي طوبات او هذا الني اللي اسوي به ريسيرش. ان شاء الله ما تنفجر علي وتقتلني، يعني اذا انفجر يقتلن. اوكي طبعا اكو انواع نباتات مثل ما شفتوا بقلب الكوكب، اكو نوع اللي يذب عليك مثل الريحه، وبقيه الكواكب اكو يعني انواع واو. خلينا نقول انفجرت. ياب شوفوا هاي هنا عندك، يعني اعتقد الازرق قيمته غاليه. خلينا نقول اوكي هاي لين بعد ما كبرت وشلت. شوف يعني بعدني ما زرعت كلهن وطلعا. شوف 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 طن طن علتش، اعتقد هاي قيمتها اعلى. اكو شلون الالوان ازرق وازرق باهت ووردي ووردي باهت. المهم ما ادري هل هاي المزرعة تفيد. ما ادري لقيت هواي من هذا اللي خلاني اطيرا. مو ذاكني القيمة مثل ما لقيتهن ببداية اللعبة، لان اقدر اسوي لهن كرافت بالمنيوم الوي. فيه ولقيت هواي شغلات ينطن كهرباء. شوفون هذا اللي مسوي لهن باكج، هذا اني بنكات كبار. عندك هنا بعد شني، عندك هنا لوح شمسي كبير، هنا بنكه، هنا يعني عندي هواي مصادر طاقه.
ستقول الحسن شنو هاي متروسات أمونيا؟ لا ما متروسات أمونيا، بس هاي طريقة حتى أشيل أكبر عدد ممكن من الموارد واحدة من عدن، حتى لو هذا الكانستر ما يشيل هاي المادة أقدر أركب هاي هنا، فيعني أقدر أشيل أكثر يعني موارد أكثر. ليش خال المتفجرات بهذا الشكل حتى لا ياخذن مكان، بدل ما اخليهن اخذهن وياي او يشيلن حيز يعني بالسيارة بالفتحات اقدر اشيلها والزقها، لان المتفجرات يلزقن، بالاضافة الى الباكجر. اوكي لما نسوي باكج هنا قبل لا اسوي باكج لاي شيء فهو يقدر يلزق على الاشياء. بعد ايش عندك؟ عندك هنا هاي الشي يسمونها هاي الونش، يقدر اقدر الزق عليه الاشياء عادي يعني. بس هل اذا سويت هيك وخذيت لا مو لا عجيب، خلينا نشوف. اوكي اوه لا ما اقدر. المهم جبت وياي هذني الاشياء، طبعا مليت ملي هذني هذا الرزن، لا هذا كمباود وهذا رزن مليت ملي، بس ما يشيل انه هواي، يشيل لو خليت هسه المؤشر على الكانستر يقل 32 من اصل 32 يعني مقبط. ف يعني اجمالي الاشياء اللي يقدر يشيلها 22 قطعة. اوكي 22 من هذني. اكو واحد اكبر من عنده اللي هو وين هو هنا أنا. اوكي هذا، بس هذا شنو يحتاج؟ جلاس سهلة شغلته، تيتانيوم. تيتانيوم شوي بعد ما الاقي هاي المادة هنا بقول لك شنو هذا. نانو كاربون الوي من صدق يحكي اصعب مادة؟ يمكن نانو كاربون الوي اذا صنعتها ايش قد الحيز مالها؟ تخيلوا 10 اضعاف، لا 14 ضعف. ايش قد تشيل؟ تشيل 400. اوكي هاي تشيل 400 نوغتس. نوغتس يعني ما اعرف شنو ترجمتها. المهم بينما هاي شير 32، فذيك ام 400 دايم اذا قدرت احصلها. هذا اللي اشياء احتاج سنه حتى اسوي لها الريسيرش. يب فهذا كل اللي حصلته. طبعا بالحلقه السابقه شنو كان هدفي؟ كان هدفي القى شو يسمونه هذا؟ كان هدفي انه القى قمر اصطناعي طايح، يصير لوح مال قمر اصطناعي. طبعا ما اقدر اسوي له كرافتنج، حالات انه اجيبه للبيت واربطه طبعا ما يصير على اي بلاتفورم، يعني ضخم ضخم كلش، اكبر من السياره مالتي الى هاي الدرجه، ضخم كلش. هو قطعه سالفج اصلا ما منه فايده، بس يعني شلون اقدر استفيد من عنده؟ اوكي ينطي 62 كهرباء، اعتقد هذا الوقت مناسب حتى اسوي اوكي اسوي اوش حتى اسوي اللي هاي ما ادري شو اسمها اللي تقيس الكهرباء مالتي. اريد اعرف شو جد الكهرباء اللي عندي. هذا الشيء هو اللي علمني الفولطية اللي عندي، كوبر وجرافيت. عندي جرافيت اوكي هنا أنا عندي وين. طبعا للاسف ما لقيت هواي امونيا، هذا الشيء كلش محزن يعني نوعا ما. اوكي لا قلبي لا يا اخي. ياب ابلعه. ما لقيت هواي امونيا اوكي، واصلا ما عندي كانستر للامونيا، هاي المشكله. وش المكان ما مرتب، بعدين ارتبه. المهم يقول لي يريد جرافيت، خل انزل هاي الاشياء كلها. اوه 22 امونيا كنت شايل، نايس كمية. اوكي طبعا هاي الاشياء اللي تضوي صراحة ما منها فايدة، يعني ما من امها فايدة نوعا ما. اقدر اخليها هنا واربطها بالكهرباء وتضوي لي، بس ما من امها فايدة. وجبت ثلاثة هالنوبة، واحدة كانت تكفي للسيارة.
المهم بالنسبة لمصادر الطاقة عندنا طن مصادر طاقة، خلينا نسوي لنا في 2 أو 3 بلاتفورم من هذا الضخم. هاي أسهل طريقة حتى أسوي كرافتنج للأشياء. أوكي خليه يفرغ، أنا بسحب البلاتفورم إيزي نايس، حتى أخذ 8 قطع أوكي من أي مادة أريدها. سوي لنا بلاتفورم نايس للأشياء الكهربائية اللي عندي. دايم مصادر طاقة ما شاء الله. شنو أريد أنا؟ ياب قلنا جرافيت اللي هو هذا، أخذ وحدة. وقلنا جرافيت كوبر، عندي طن كوبر حتى هنا أنا هم طايح. نايس نايس. واحد جرافيت واحد كوبر. بيا طابعة، الطابعة الصغيرة. ياب هذا. نايس. باستخدام هذا أقدر أقسم الطاقة. أوكي. مثلا اقسمها الى خطين. اوكي مشكلة الطاقة عندي انه بوقت الهواء اكو طاقة، وما اذا ماكو هواء ماكو طاقة. خليها هنا، يابا نخليها هنا. نايس. ليش وصلت هذا حسن بدون سبب؟ اوكي وصل هذا، نجيب هذا نربطه بوحدة من الجهات، خلي نقول من هاي الجهة، لا من ورا. يب منا نخليه هيك ونربط هذا بهذا. سمنا شغلة، شي قلي قلي 24. طبعا هنا ما عندي قراءة لان بعد ما رابط شي، اقدر اربطها هيك بس ما منها فايدة الحركة. اوكي هاي الخط رقم 1 نقطة واحدة، هذا الخط رقم 2، هذا الخط رقم نزلت 4 لان ماكو هو. هسه خلاص اصعد هاي الاشياء ونشوف ايش قد الطاقة اللي راح تصير عندي. اوكي شباب شلت هذا النيل اللي يسوون كرافتنج. اوكي وهذا الشيء الجميل هم يعني البرنتر الكبيرة والصغيرة والمتوسطة كلهن جبتن هنا أنا. يعني حتى تسهل علي الامور، اجي واخذ المادة واخليها هنا بدل ما كل شوي داير منا تعال اخذ المادة تعال روح منا، فكلهن قدامي افضل. بس حفرت حفرة صغيرة كلش حتى اقدر اطمنهن. لا ننسى قفلهن لا تصير كارثة. ونجي ونطمن. يا اخي الحركة حلوة قوة هي. لا ليش؟ صارت. ياب ضبطت ضبطت. اوه نايس نايس نايس. بقت بس 2. اوه جتني خوف انه ما تضبط هاي الحركة، حركة بس المحترفين يسوونها. لا ذاك الاثنين ما يصير، احتمال الزاوية اللي حذرهم تغيرت لما انسحبتها من ناصر اكو عليها تغير. فياه حركة. لا اقفل اقفل. لول ما حاجة اقفلها، اهم شي تضبط هسه. يبشويش. اوه يا ضبطت اخيرا اخيرا ضبطت اخيرا يا رجل. اوه بديت افقد الامل من الحركة وهسه ضبطت اخيرا. نايس. احتمال كان لازم ارجعها للحائط اكثر. طفي هاي. اوه نايس. اوه هاي همينة ضبطت. ياب شان لازم ارجعها على الحائط اول شي. اوكي جيد اكره لما تتغير الزاوية. ياب اعتقد هي هاي ياب 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 هاي جت هيك ونزلت مدري صعدت. المهم ايزي، لا مو ايزي بس نقول ايزي. ايش رايكم بالشكل؟ مو تحفه؟
اوكي هسه موصلوا لهن الطاقة مثبتهن نايس. هسه الشغل يصير نظيف، الشغل النظيف هذا اسمه. واكو فد نوغت هنا او مادة نسيتها وانطمت. نايس حسن. اوكي ليش جاي يخرب الحايط؟ ياب نايس نايس نايس. لا المهم اعتقد الوضع مية مية صراحة. نايس 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 نايس. ترتيب ترتيب مية مية، بس لو هاي شوي اقرب. اوكي ادري جاي يدقق على تفاصيل تافهة بس وش وش نقفل. دايم بعد عندي لازم بلاتفورم يشيل التايتانيوم والحديد والليثيوم. اوكي ادري التقدم بهاي الحلقة كان بطيء كلش، بس رحت افتريت وجبت بعض المواد وبعض الاشياء. اوكي يعني ما سويت شيء جديد، ما تقدمت باللعبة، بس ان شاء الله بالحلقة الجاية. اعتقد هاي مهمة الكوبر. شين يقول لي نيو ميسل سنو بيريكيريشن. اوه هذا الشيء العجيب، هذا الشيء هو الشيء يسمونه، هذا الشيء هو المحطة مال القطار. ياب اذا خليته هنا وفتحتها تصير كارثة طبعا. اوكي ياب محطة القطار هاي، شوفون هذا البيت مال القطار وهاي الاشارة مال القطار والسكة تصير بالنص، بس حاليا ما اريد افتحها. هسه الوقت مو مناسب لي انا اريد انهي الحلقة. اوكي شباب اللي هنا وصلنا لنهاية حلقة. اذا عجبتكم الحلقة لا تنسونا باللايك والاشتراك، واذا عندكم شي تقولونه او لعبة تريدون العبها اكتبوا لها بالتعليقات. نشوفكم باكر الساعة 7 بالليل وهي لعبة استرونير. ان شاء الله بالحلقة الجاية اروح الى شو اسم الكوكب بلانيتس. هذا خلصناه هذا خلصناه الى كاليدور. اوكي يلا باي.